بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن التعب المقدس، التعب المقدس، وعن قول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ولذلك كل ما الإنسان يتعب في طريق البر وفي حفظ الوصايا، وكل ما يتعب من أجل ربنا، كل ما ياخد أجر عند ربنا. وهكذا قال الكتاب: بضيقات كثيرة ينبغي أن ترثوا ملكوت الله. وقال السيد المسيح في آخر العظة على الجبل: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. حتى التجارب يقول فيها معلمنا يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، ويشرح إيه فائدة التجارب. وبولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس شرح الفوائد التي حصل عليها خاطئ كورنثوس من عقوبته، العقوبة التي وقعت عليه استفاد منها كثيرا وقادته إلى البر. وهناك آية تقول: خفت ضيقتنا الأرضية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبديا، وإن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. وإن كنا نتكلم عن التعب المقدس وفائدته، فلا بد أن نذكر أولا أن هناك تعب باطل. هناك تعب باطل مثل تعب الشيطان وأعوانه، ومثل تعب من يسعى إلى الخطية. ما تفتكروش اللي بيسعى إلى الخطية ما بتعبش، يعني علشان السارق يسرق بيتعب عشان يقدر يحبك الموضوع، وعشان واحد يعمل جريمة أيا كانت بيتعب على بال ما يعملها. وأيضا من التعب الباطل التعب من أجر أمور باطلة، زي الراجل اللي قال: أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع كل خيرات. يقول: عندك يا نفسي خيرات كثيرة لسنين عديدة. تعب باطل. وكذلك التعب في الوصول إلى الكرامة. أيضاً التعب الباطل هو التعب الذي بدون معرفة أو بدون بركة، زي ما بطرس الرسول قال: تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئاً. ما كانش فيه معرفة وما كانش فيه بركة في دي. ما دام الأمر هكذا، فنتكلم عن نواحي التعب المقدس. أول حاجة التعب في الخدمة. القديس بولس كمثال قال: تعبت أكثر من جميعهم
وألف الأتعاب أكثر، وقلب أصفار مراراً كثيرة. وشرح المتاعب بتاعته في كورنثوس الثانية إصحاح 11 من أجل الخدمة، كم مرة انكسرت به السفينة، وكم مرة لاقى أخطار في البحر وأخطار في البرية وأخطار من أخوة كذبة، وكم مرة جلد ومرة انكسرت به السفينة إلى آخره. فكل تعبه ده أخذ عليه أجر كبير. إن قلنا هذا نذكر أيضاً قول السيد المسيح لملاك كنيسة أفسس: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. يعني ربنا لا ينسى تعب أحد من أجله. والرسول بيقول: كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. هذا التعب اللي من أجل الله له بركته الكثيرة. حتى لو إنسان تعب من أجل اسم المسيح اللي يطلق عليه، ربنا بيكافئه عن هذا التعب. إن قلنا عن تعب الآباء الرسل وتعب بولس، نتكلم أيضاً عن التعب الذي يجب أن يبذله الآباء الكهنة والأساقفة من أجل الرب. يعني في أسس بيكتفوا بالقداسات والعشيات ويستريحوا بقية الأسبوع، ما فيش تعب، لكن يأخذ المكافأة من يتعب من أجل الرب. الذين يتعبون في التعليم والذين يتعبون في الافتقاد والذين يتعبون في حل المشاكل والسعي وراء الضالين والاهتمام بكل أحد ليخلصه، ده الكاهن اللي بيتعب ده ويهتم بكل أحد ليخلصه. وقال السيد المسيح: إن أرسلتكم ليكون لكم ثمر ويدوم ثمركم. فالكاهن الحقيقي هو الذي يكون له ثمر، مجرد بيصلي وخلاص، وفين الثمر؟ الثمر اللي يكون في الناس. وما أجمل ما قيل في حزقيال 34 وفي أشعياء 61، الخادم الحقيقي من الإكليروس يقول: أبشر المساكين، أعصب منكسر القلوب، أنادي للمسبيين بالعتق وبالمأسورين بالإطلاق، كما قال السيد المسيح. ويقول أيضا: أنا أرعى غنمي وأربضها، وأطلب الضال وأسترد المطرود، وأجبر الكثير وأعصب الجريح. الكاهن اللي يعمل كده، يطلب الضال ويسترد المطرود ويجبر الكثير ويعصب الجريح، ما فيش شك إنه بيتعب عشان يوصل لدي. أما الذي لا يعمل هذا فينطبق عليه أيضاً ما ورد في حزقيال 34 برضو: ويل للرعاه الذين يرعون أنفسهم ولا يرعون غنمي، وقد صارت غنمي غنيمة. عشان كده أنا عايز كل واحد يتعب، بقدر ما يتعب بقدر ما يكافأ.
وأنا فاكر مرة في رسامة اتنين من الأسقفة قلت لهم أمامنا طريقان في الخدمة لا ثالث لهما، إما أن احنا نتعب لكي يستريح الناس أو نستريح ويتعب الناس، وأنا أدعوكم إلى التعب. أدعوكم إلى التعب يعني أدعوكم إلى البركة، إلى الاهتمام بالذين ليس لهم أحد يهتم بهم، الذين ليس لهم أحد يذكرهم. عبارة موجودة في تحليل الأب الكاهن في نص الليل: اذكر يا رب العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. هؤلاء الذين ليس لهم أحد يذكرهم مفروض الأب الكاهن والأب الأسقف يهتم بيهم. لكن ساعات عندنا سياسة تحويل، الأب البطرك يقول أنا معتمد على المطر والأسقف، والأسقف يقولوا معتمدين على الأسوس، والأسوس يقولوا معتمدين على الشمامسة والخدام. لا، لازم كل واحد يتعب، كله بدون استثناء. لذلك ينبغي على الأب الكاهن أن يعرف الشعب ويعرف عناوينهم ويوجد نشاط لكل أحد، والخادم الناجح هو اللي يشغل ناس تانيين يخدموا معاه. وأيضا يتعب في الواجبات الاجتماعية اللي قال عليها الكتاب: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. لما يقصر في الحاجات دي الناس بيزعلوا منه ويقولوا بقالنا كذا سنة ما فيش أب كاهن دخل بيتنا، في مناسبة كذا كذا ما جاش الأب يشاركنا مشاعرنا. خلاصة الكلام إن كل أب كاهن وكل أب أسقف لابد أن يعمل على إراحة الناس مهما تعب، يعمل إنه يريح الناس مهما تعب. إن قلنا هذا نقول أيضا عن خدام مدارس الأحد لابد أن يتعبوا أيضا، وخدام الشباب لابد أن يتعبوا، يتعبوا في تحضير الدروس، في فرق بين مدرس بيخش يقول أي كلام وفرق بين واحد بيحضر الدرس وبيتعب فيه ويملاه من المعلومات والأدلة والبراهين والأشياء اللي تجيب له جاذبية في عقول الناس. يتعبوا في التحضير، يتعبوا في وسائل الإيضاح، يتعبوا في افتقاد الغائبين ويرجعوهم. الخادم المظبوط يعني يشوف ايه كل الأطفال والشباب اللي في المنطقة ويهتم بكل واحد. مرة وأنا أسقف من قيمة يمكن 38 سنة ولا حاجة، قعدت مع شاب كان في إحدى البلاد، قعد يقول للخدمة بتاعته في الشارع الفلاني فيه العيلة الفلانية والعيلة الفلانية والعيلة الفلانية، وفي الشارع الفلاني موجود العيلة الفلانية والعيلة الفلانية، حافظهم صم. خصوصا الكنيسة، عندنا كنائس في مصر الكنيسة فيها 300 خادم ولا 400 خادم، يعني يقدروا يوزعوا العمل بينهم وبين بعض بحيث لا يتركوا إنسان محتاج للخدمة بدون ما يخدموه. عايزة تعب فيها بركة التعب ده، لكن اللي بيهمل ومبسوط إن فصله فيه 30-40 يقول كفاية كده.
لا افتقد ولا اجيب زياده ولا اعمل الكلام ده، مش مظبوط. الكتاب بيعطي كرامة للذين يتعبون في الكلمة. إن قلنا على الآباء الكهنة والأسقفة وخدام مدارس الأحد وخدام الشباب، نقول أيضا على الأسرة. كل أب وأم لازم يتعب في تربية أولاده. يتعب يعني يتعب، يعني يدرس نفسيتهم، يشوف مشاكلهم، يراقب حياتهم في محبة، مش إنه يبقى ضابط بوليس ولا وكيل نيابة كده، بلطف يكون صديق لأولاده ويكسبهم، وخصوصا الأولاد اللي في سن حرجة ياخد باله منهم ويتعب في كيف ينقذهم من هذه السن الحرجة. العجيب إن غالبية الأسرات عندنا من آباء وأمهات بيتعبوا في تربية أولادهم مادياً. الواد إزاي يكبر صحته تبقى كويسة، إزاي يتعلم، لكن روحياته ما بيفكروش فيها. مفروض إن احنا نتعب من أجل أولادنا من جهة حرياتهم. ياما سيدات جوني وقالوا لي صللنا الولاد مدوخنا وتعبنا. قلت لها مدوخينك وتعبينك لأنك ما اهتمتيش بيه وهو عجينة في إيدك، تسيبه لغاية لما يدوخها ويطيبها. بالنسبة لجميع الناس الكتاب يتكلم عن تعب المحبة. ربنا لا ينسى تعب المحبة. تاني نقطة أقولها في التعب المقدس، تعب الطريق الضيق. الآية بتقول رحب الطريق اللي بيؤدي إلى الهلاك، وما أضيق الباب وأقرب الطريق اللي يؤدي للملكوت. يعني إنسان يعرف إن المسألة تتحل برشوة ويرتفع عن مستوى الرشوة، يتعب يقول مش هتتحل، معلش تعبك ده مش هينسهولك ربنا. واحد يعرف إن الكذب ينجي يقول لا أنا ما أكذبش مهما كانت النجاح عن طريق الكذب. أنا لا يمكن أقول كلمة كذب ولو كان فيها أي مكسب. يتعب يتعب، ده تعب مقدس. أيضا الإنسان اللي يكون مخلص لعمله ما يضيعش الوقت، ما يروحش الشغل عشان يقرأ الجرنان ويضحك وينكت مع بقية الموظفين، ما هو ده طريق سهل وحلو ويؤدي إلى الهلاك. ما يحاولش ياخد أجازة مرضية بدون حق. ما أسهل إنك تروح عند الطبيب ويكتب لك شهادة إن كان عندك مغص كلوي مدة يومين واستريحت منه دلوقتي بقيت كويس، أو أي سبب. واللي عايز ياخد أجازة بدون حق هيلاقي لها أسباب، لكن الطريق الضيق إنك ترفض هذا أيضاً. الإنسان اللي يرفض التحايل والخداع اللي وصلوه لغرضه يقول لا أنا لا أصل إلى غرضي عن طريق التحايل والخداع. الإنسان اللي يرفض زواج غير شرعي، ما هو في إنسان المجلس الإكليريكي يرفض أن يزوجه لأن ما فيش سبب شرعي يدعو لزواجه وتزويجه ضد آيات الإنجيل، فيدور على حد كده يزوجه زواج غير شرعي.
طريق واسع يؤدي إلى الهلاك، هلاك اللي بيتجوز وهلاك اللي بيجوزوا، هما الاتنين يهلكوا. أو إنسان أمامه الطريق الواسع في الكسب غير المشروع، ولكنه لا يوافق أبداً على أنه يكسب كسب بطريقة غير مشروعة، لا في رفع الأسعار ولا في احتكار حاجة من الحاجات اللي بتباع، يقول لك ده هتضيع مكسب زي بعضه تضيع، لكن حياتك الروحية هي الأفضل. الإنسان اللي يبعد عن الرياء وعن التملق مهما جاب له مكسب في علاقاته مع الناس، واللي يتعب أيضا في إنه يرفض كسب البديح من الآخرين، وفي نوع من الناس بتوع تذمر وشكوى بطريقة مش مظبوطة، على رأي المثل ضربني وبكى وسبق واشتكى، الشخص الروحي يقول لا ملجأش للطريقة دي. كل ما كان الإنسان مستقيم في حياته الروحية مهما تعب يبقى تعبه تعب مقدس، وربنا يكافئه على تعبه. في أيضا تعب مقدس، التعب في العبادة، في الصوم، في الصلاة، في السهر، في القراءات، في المواظبة على النواحي الروحية دي كلها، في عدم الكلفتة. تقول سهلا أقول لك أنا وخلصت أبنى الذي، والملائكة يقولوا الجدع ده ما صلاش ليه النهاردة، تقول ده أنا صليت، يقول ما وصلتش، لأن صلاها بكلفتها. أما الشخص الروحي يتعب ولو ياخد وقت، ولو ياخد وقت في أنه يوزن كل كلمة في صلاته ويتأمل في كل كلمة في صلاته، وهكذا أيضا في قراءاته. وممكن واحد يقرأ إصحاح من الإنجيل وما استفادش حاجة، لأنه لا فهم ولا تأمل ولا طبق على نفسه ولا أخذ تدريب روحية ولا حاجة أبدا. التعب في العبادة ده كويس، التعب أيضا في التوبة. في واحد فكر التوبة إن خلاص القديم عليه الرديم، ما عدناش نفكر فيه. داود ما عملش كده، قال تعبت في تنهدي وعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي، صارت دموعي لي شرابا، مزجت شرابي بالدموع، دموعي في زق عندك. التوبة الحقيقية، لكن خلاص 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 وانتهينا، ما عدناش نعمل دي وخلاص، ما تعبش في التوبة بتاعته، عشان كده ما بيستفدش منها. كذلك اللي ما بيتعبش في الاعتراف، زي السؤال اللي جالنا قبل كده، مش عايز يعترف عشان ما يخجلش قصاد أبونا. طب لما تخجل وتتعب في الخجل ما عدتش تعملها تاني، لكن هو مش عايز يتعب في الخجل، يخطئ ولا يتعب. أيضا الإنسان اللي يتعب في أداء واجباته المالية نحو ربنا، في دفع العشور والنذور والبكور، وفي العطاء بالسخاء، وفي العطاء من العوز. طبعا العطاء من العوز بيتعب، لكن ليه بركته، والعطاء أكتر من العشور، أو العشور والواحد يقول إحنا المبلغ كله مش مكفي، أمال لو خصمنا منه عشور يجري إيه؟ يجري إيه؟ يجري إنك تاخد بركة، والتسع تعشار زائد بركة أكتر من الواحد الصحيح. التعب في الاتضاع
وفي الانسحاق، كل ده تعب الواحد ياخد أجرته عند ربنا. الإنسان أيضاً مفروض يتعب في النمو الروحي وفي الجهاد الروحي. لما تمر على شجرة النهاردة وتشوفها بعد سنة تلاقيها عليت وكبرت خالص، بل كل يوم الشجرة بتنمو سواء أنت شعرت أو لم تشعر. من أعظم الأمثلة في النمو الروحي والجهاد الروحي بولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، بيقول: لست أحسب أني أدركت أو نلت شيئا، لكني أسعى لأدرك، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى قدام. في إيه يا بولس قدام أكتر من الصعود للسماء الثالثة؟ لا، في قدام كتير. فالإنسان الروحي يمتد إلى قدام باستمرار مهما حصل. ياريت كل إنسان يتعب تعب مقدس وياخد مكافئته. اتفضلوا صلوا.